السلام عليكم، اهلا وسهلا، حياكم الله يا جماعه الخير. طلعت لي كذا فكره بسيطه، قلت سامة ليه ما تجرب تصير فضائي. يما بسم الله. لو بسم الله بسم الله. ما ابي اصير فضائي الحين، ابي بكره. ايش قاعد اقول انا؟ طيب علينا علينا. قررت اتحول الى فضائي نفس ما تشوفون. قررت اني اشارك يوم شكلي ضحك. قررت اني اشارك المقاطع هذه عن طريق السناب شات وعن طريق التيك توك. ابغى اشوف ايش يقولون، ابغى اشوف ايش يقولون. اول مره اشوف فضائي في الارض. راح اخلي اسمي يا جماعه الخير ذا جراي 47، يعني ذا جراي 47. انت الاسم فخم 47. طبعا التجارب هذه ما تصير واجد، ولكن جتني كذا فكره اني اجربها وانزلها في التيك توك واشوف رده فعل المجتمع. قبل ما نبدا في مقطع اليوم يا جماعه الخير، انا اسمي ذا جراي 47. انا عارف لوني ازرق وذا جراي رصاصي، بس جدي كان فيه عمل وان، كان فيه عمل وان وما ادري ايش فيه. جاء ذاك اليوم طاقه الشمس مشمس كذا، مبلح حرفيا. شافني قال هذا اسمه ذا جراي 47 او 47. انا جايكم من كوكب 47، الكوكب رقم 47. المهم قبل ما نبدا في مقطع اليوم يا جماعه الخير، واوريكم ايش راح يصير داخل المقطع وايش ردة فعل الناس. انت تضغط على لايك اخي، اسمعني اسمعني يا اخي، اسمعني اسمعني، لا تزعلني منه. اضغط لايك، نبغى المليون. شفتوا الهويه حقتي البايو ذي؟ شفتوا كيف كاتب الطريق للمليون؟ باذن الله انا نقدر في نهايه السنه هذه. اول شيء راح نسويه راح ندخل التيك توك. بعد ما ندخل التيك توك يا جماعه الخير نشوف صفحه حسابنا. انا عارف عارف والله العظيم عارف انه راح يعني يكون شيء مره حلو. طبعا عندنا الحساب فيه 108000 مشترك. طبعا حسابي موثق بالازرق. جتني فكره اني اشيل مقاطعي كلها، بما اني مو في توك اشيل مقاطعي كلها. سبي جذبوه كذا، يشوفون واحد ازرق يم بسم الله هذا ايش فهمتوا. ولكن حرام يعني في مقاطع جايبه ملايين المشاهدات، حرام انها تروح. راح انزل كذا ونشوف رده فعله. المهم اخترت اللون هذا، احسه مناسب لاني راح اسوي له عمليه تلوين بالإدت فبيطلع كويس. طيب اول مقطع نسجل يا اخي. خلاص حرام عليكم والله طفشت يا اخي، خلاص والله العظيم خلاص طفشت طفشت. كل ما تشوفوني يا الازرق يا الازرق يا الازرق. ليه ليه عندي اسم يا اخي، وانا كذا طبعي طبيعتي كذا. اسمي سجل عندك ذا جراي 47. بعد مرور ساعتين يا جماعه الخير ندخل المقطع ونشوف الكومنتات الناس وش قاعده تقول عني. شوفوا والله بيني وبينكم طورت اربع مقاطع وراح اوريكم يعني ايش صار فيها في لحظه التصوير. بس خلينا ندخل اول مقطع ووريكم الكومنتات اللي صارت فيه. له خمس ساعات المقطع نازل. ليه احس انها فكره مقطع؟ اح هذا يمه الايكيو عنده 1000 الو ديوار. اسمع ابي اصير غني، شايفني ذا جراي وار يس. شكلي اللي حولك اسود وانت في اي كوكب؟ شوف الله يسلمك على سؤالك هذا الجميل. انا في كوكب 47. الكوكب هذا مصنف انه من اخطر الكواكب موجوده هنا. الكوكب هذا يمتاز في سخونه الجو. ليه لوني طلع باللون الازرق؟ سبب الجينات الوراثيه. الحين راح نصور المقطع الثاني. الواحد قال من سماك ذا جراي؟ راح اقول لانه جدي كذا سماني ذا. طيب سؤال مره جميل، اسامه من سماك ذا جراي؟ وجهك ازرق وذا جراي رصاصي. جدي الله يهديه كان في عمل وان، اتوقع اتوقع انه كان في عمل وان، ولا ذاك اليوم جاي من شمس. يا ساتر يا ساتر، شمس قويه. قال هذا اسمه ذا جراي، وعاد ابوي خفيف قال ذا جراي ذا جراي. يلا ما نقدر نقول شيء، هذا سبب تسميتي. 47 الكوكب اللي جيت منه رقم 47، يعني الارض رقم 3، ان كوكبنا رقم 47. شذاب وربي. شوف مقاطعه في حسابه وتراه من جد ازرق يا اخي. هذا ام او كيف البنك في كوكب 47؟ او البنك يا جماعه الخير مره 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 ممتاز. وش لون الدم حقكم؟ شوفوا لون الدم حقنا يختلف، يعني هو بالعمر. اذا عمرك 20 سنه دمك يكون اخضر، فوق ال 20 25 يميل الاخضر وازرق، 30 بنفسجي، 40 يوم 40 اسود اللون. طيب طيب يا جماعه الخير فيه مكذبين كثيرين لي، ناس تقول اي سن هذا بويا واللي يقول هذا احنا. المهم الاخير في كومنت راح ارد عليه، كاتب احس ان هذا بويا، يبغاني اجيب مويه وامسح وجهي فيه. فنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا تسجيل المقطع. قاعد تشوف صبغه؟ ما في صبغه، هذا لون الحقيقي. فبعد عنك الاستنتاجات هذه،
اجي اسطر وجهك الحين كفوف اعلم كيف. يلا يلا مقطع مرة جميل وحلو حس. طيب نشوف كومنتاتهم. فلتر اكيد. كيف علبة الموية لونها ذهبي؟ عندنا في الكوكب حقنا ذهبي. فلتر اللي يقول معاي فلتر يحط لايك او متابعة. لا حد يحط لايك ولا حد يحط متابعة. افتر افكت ايزي. اتحداك تسوي نفسه. اتحداك لا يكون يذب بس الورع. لا لا اسف اسف والله اسف بس انه مو افتر افكت هذا اللي يحسرني مهايطي. فيب المقطع الثالث مكذبيني يقولون بلوفر ومدري ايش، فبرجع البلوفر الرصاصي ثواني. طيب يا جماعة الخير رجعنا بالبلوفر الرصاصي وراح نصور لهم، وجبت معاي الكافي هذا بقول ان هذا اكلنا وكبسولة يعني. طبعا يا جماعة الخير هذا اكلنا اللي ناكله احنا كل يوم، اوكي؟ وجبة نفكها وناكل اللي جواها تكفينا يعني. تكفينا احيانا شهر شهرين ناكل اكلة واحدة بس. تمام؟ بس هذا وبرضو للمكذبين. اي لونك ازرق البلوفر. طيب اول مره اشوف نفس اللون هذا رصاصي ووجهي ازرق، واللي يقول فلتر ها حطيت وجهي يدي على وجهي ها لو فلتر روح يلا بسم الله يلا روح روح. فابعدونا من الفلسفه يا جماعه الخير. يلا راح انام وعاد اكتبوا لي تعليقاتكم تحت. مع السلامه. كمان نبدا خلنا نعطيكم فقره التحريات المتابعين. كيف تبغى تشوف فقره التحريات؟ تعال شوف تعال. كثير يسأل يقول The Great كل اللي عنده بالكومنت مو عارفين الله وين حاطهم، ترى هو منزل مقاطع وهو بشرته عادية، ذا برنامج يحطه بشرته زرقاء وبس والله لا تصدق. السلام عليكم. دقيقة أنا بعرف مين اللي مصدق. دقيقة بس بوريكم صورة وارجع لك. لا ايش هذا قناته في اليوتيوب شوفوا لونه. اوه شيت يما عنيفين ذولي. واضح يعني انه يعني ذا يعني نكمل ونشوف ردة فعل البقية. طيب ما ادري والله الصوت كويس او لا، ولكن راح اسوي الان تجربة بما ان الكثير يقول سام اطلع الشارع واصور. ايش بسوي يا جماعة الخير؟ وينك؟ كيف تقرا الكاميرا؟ معلش تاني صاحي. صباح الخير علومكم طيبين. اقلبي الو. طيب شوف القطعة هذه المكان هذا كله فاضي تمام؟ بروح في المكان الفاضي ورا الجبل أحلى وبصور بصور بقول لهم إني أنا الحين شوفوا هنا المكان أحس المرة يا كذاب. يا سلام هذا المكان اللي أحتاجه حرفيا ما حد راح يكشف لي أبد 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 حرفيا ما حد راح يكشف لي. يلا بسم الله نبدأ التصوير. طيب يا جماعة الخير الكل يقول صور شارع عندكم. ما عندنا شارع، هذه أرضنا. ترى طفش تحسبون الجو فلا هنا مرة زحك. خلوها على ربكم بس. طيب نشوف كومنتاتهم. شكله جاي من سناب. ايش تشربون؟ واحد كاتب خمر هذا ما يستحي هذا. لا احنا نشرب موية بس ونقول بسم الله قبل ما نشرب. صدق يفتح بث عشان فكرة حلوة. فلتر مركبة ولاعب في الالوان من برنامج افتر افكت والكل والاكل اللي يقصده فيه ترى كبسولات قهوه تستخدم. يا شينك يا شينك يا شينك حط قناه في يوتيوب مو ازرق اشتركت بس حطيت ذا. الحين عندنا الله يسلمكم اللي هو اليوم الثالث او الثاني، والله مو اليوم الثاني، كملنا 28 ساعه. نزلنا في ال 28 ساعه هذه مقطعين. المقطع الاول يا جماعه الخير استعرض فيه زي ما تقول جسمي من هنا عشان اوريهم اللون جسمي ازرق، ولكن برضو ما اقتنعوا. تعالوا خلينا نشوف كومنتاتهم اللي كاتبينها. اول واحد هذا من جد تقولون شلونك يقول لك ازرق ترى يطقطق لا تشدونها كلامه كذي حلو مره. اشكر ام الادت يا حبيب قلبي. انت لون بشرتك يا فلتر نو. طيب قبل لونك طبيعي؟ لا. وش لون دمك؟ امزح قلنا اسود. بالله مين مصدقه نظام يا اخوان هذا لونه الطبيعي. انا ولد عمه وش فيكم ما تصدقون يا اخي. ولد العم ارحب يا شيخ ارحب. طيب صور مقطع يوتيوب الحين اتحداك. هذا الحين قاعد اصور. طيب افتح بث يا ساتر. طيب نط بالمسبح ما له دخل. شكله من الفضاء عشان ما في احد
جسمه أزرق، هذا حرفيا نظريته سليمة. يب أنا من الفضاء، شا كذا ما في حد لونه أزرق، كانوا من الفضاء يا جماعة الخير، والله واضح نور أزرق يا أخي لا تحلف. فلتر سناب يفكر اليوتيوب، يب هذا كلام سليم، لو أنت صادق سوفت يا لا تضغط علي. في إضاءة زرقاء في اليسار، لا والله وأتوقع كلكم ما تحبون الشيء هذا. ألو لا طلع صوت غريب ولا تشاف. ألو بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة الخير نكمل، يما بديت أخاف جو الفضائيين أتوقع، والله شكله جو تخاف. طيب المقطع الثالث، المقطع الثالث احتاج شوية احترافية، شوفوه ونرجع. اوكي السلام عليكم، اهلا وسهلا. كثير منكم مو مصدق، يقول جب اخوك جب 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 الى اخره. قررت ان اليوم ادخل معايا اخوي في هذا الموضوع. طبعا حنا نختلف في الالوان، ولكن خلكم تشوفوه. تعال تعال تعال، هلا هلا والله، هذا اخوي. يب حنا كذا الواننا ترى، الموضوع ايزي. فبس ورنا لسانك اذا كنت صادق. ها شكله مقطع يوتيوب اخيرا استوعبه. برنامج من البي سي غير لونك، لا لا عاكس الوان ترى، لا لا حسن يا صح اللي يقول حسن مقطع يوتيوب. يب خلاص ايش بكم شادينها، واضح انه يطقطق. يا اخي احبك انا، والله العظيم اني احبك، والله اني احبك يا اخي. هذا اللي يفهم واضح، مشيلي يا اخي الحفله مشيلي. طيب نشوف اللي بعده. تكفى رجيت بدري. اوكي طيب هذا يقبل نفس اللون الانسان زهلة حط فيديو. أوكي أوكي, اوكي اوكي اوكي. طيب اللي هنا يا جماعة الخير وصلنا نهاية مقطع اليوم. في ذا حابين نسوي مقاطع اكثر عن الاسلوب هذا في اماكن مختلفة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، عندي طرق فيك مرة كثيرة وعادي يصير لكم مثلا اي شيء. يب اللي وصلنا نهاية مقطع اكتبوا تحت في الكومنتات. بسم الله السلام عليكم.